انطلاقا من الثوابت المصرية تجاه مساندة ليبيا، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير أقصى درجات الرعاية للأشقاء الليبيين، تواصل مستشفيات القوات المسلحة تقديم الرعاية الصحية لمصابي الأحداث الإرهابية في مدينة بنغازي. انطلاقا من الثوابت المصرية تجاه مساندة الأشقاء الليبيين حكومة وشعبا في مواجهة الإرهاب، والجهود المصرية الرامية لإعادة بناء المؤسسات الوطنية في ليبيا، وفي إطار الاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي العمليات الإرهابية الآثمة التي شهدتها مدينة بنغازي مؤخرا والذين يتلقون العلاج بمستشفيات القوات المسلحة المصرية، أعرب المصابون عن خالص شكرهم للشعب المصري الشقيق على الرعاية الطبية المقدمة لهم بواسطة نخبة من أطباء القوات المسلحة الأكفاء في كافة التخصصات. والله بالنسبة لليبيا ما زالت تعاني، والله تعاني في الإرهاب هضم عش تم السيطرة عليه بالكامل، لأن ما زالت والتفجير هذا صار قدام مسجد. يعني والله حصل انفجارين من الإرهاب، الانفجار الأول لحظات وبعدها جاء الانفجار الثاني بعد ساعة إلا ربع وطاحوا فيه ضحايا حوالي قريب 60 شخص وجرحى قريب حدود 100 قريب. والله فالهدف الباين إن هو يلموا أكبر عدد من السكان، وكان الضحايا واجد، يعني كانت مصدرة كبيرة. ناس طلع من صلاة من الجامع كانوا بيقتلوا المدنيين والعسكريين. ليه؟ هو الإسلام كده؟ هذوما مش عارفة كيف جايين كده، مش عارفة من جايين من كل بلاد يفجروا في المسلمين وفي الناس وفي الدنيا كلها عليش يخربوا. أنا بروحي عندي شهاداتني في ليبيا غادي. نشكر مصر على كل حاجة، نشكرها عملت على كل الواجب، هي الدولة الوحيدة اللي وقفت معنا، والأمن والأمان نعمة من الله، بدون أمن والأمان ما ينفعش البلد، مش هتنفع ولا تمشي قدام. ربي إن شاء الله يحفظ مصر ويخلي فيها أمن وأمان، دي أفضل نعمة في الدنيا. بالنسبة لليبيا ومصر يد وحدة وجيش واحد، ونتمنى قضاء على الإرهاب. وبالنسبة نشكر الجيش المصري للقضاء على الإرهاب. نشهد بالله أن المصريين عاملونا أحلى معاملة، والله نحترم الرئيس السيسي ونبلغ تحياتي عن أخوتي الليبي اللي أنا كله. الخدمة الطبية ما شاء الله تبارك الرحمن، بالنسبة للطب نحن بروحنا نحن ملينا أن نحن عالجونا صح. صدق ممانا لما جيت مصر أنا أني تريحت راحة كاملة، بمعنى كلمة أن مصر نشهد بالله أن أبدعوا في الطب وأبدعوا في كل شيء، شهادة بالله. الله يبارك مصر. والله بصراحة أخوتنا المصريين من أعز الناس لنا، والخدمات الطبية كانت خدمات فوق العادة، يعني ما شاء الله. مهما نحكي لك على كرم الأخلاق وكرم الهمة مش حنقدر نوفي حق مصر بصراحة سيد رئيس السيسي، ونقول له إن شاء الله مصر تكون على يدك المزيد من التقدم والازدهار إن شاء الله، وإن شاء الله يطول ربي في عمرك وعمر المصريين كلهم إن شاء الله. ونشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستقبال وعلى المجهودات الطيبة هذه. والله أنا طبعا مضروب في الأحداث من قبل الانفجار، أنا مصيب من داعش ولي شهر في ليبيا نايم في المستشفى، ما لقيتش في ليبيا علاجي. طبعا تعالجت أنا عند الدولة المصرية، بصدق يعني مش فوجوه، كان بارك الله في الدولة المصرية هيقعد جميلها فوق روسنا طول العمر، لأن السيسي بروحه بصدق وأمانة يعني نوجه له تحية، لأن هو اللي طلب الجرحى الليبيين وهو اللي كلم الطيارات وجابنا لعندنا عبد الفتاح السيسي والجيش المصري والأي واحد مصري. ويا رب يا رب يا رب يحفظكم يا مصريين ويقدرنا على رد جميعكم. مصر هذه نتعلموا منها في الوضع الأمني كجيش المصري كتكاتف في الجيش المصري وحب مصر، دي مدرسة نتعلم منها. الجيش المصري والجيش الليبي يد واحد، السيسي وحفتر يد واحد. يأتي ذلك في إطار الدور المصري الداعم للأمن والاستقرار بليبيا وتقديم العون والمساعدة لمواجهة المخططات والمحاولات الإرهابية التي تستهدف النيل من الشعب الليبي والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وصون مقدراتها.